ترد لي ما ترد لي انا صحيت وانفاسي قوى يا شنو حال الحسن والحسين؟ شنو حال زينب روحي فداها؟ يدخلون الى الزهراء أم فاطمة على الدنيا بعدك العفا، حنان الأم طيبة الأم. ما ترد لي ما ترد لي صحت وانفاس قوى ما ترد لي مشت أم الحنين. مشيت مشيت أم الحنين آخ الحنين ما ترد لي أنا سحلي أشي من عند أمي. علي أشي من عند أمي ما ترد ليش عجب ما قالت ابني وترد لي يا ابوي. لداراج 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 علي اجن كسر قلبه وانا يا يمه. يدخلون الى الدار الحسن والحسن وزينب الله، واذا بالدار خاليه من الزهراء يتاسون بالزهراء بالحسن والحسين. لدارك عليك انكسر قلبان عليك انكسر قلبان لدارك وتدر عين دمع يمه اخ يمه. لدارك يمه بطيتي وعيب مريتي يما بطيتي ترى يومين يما وعيب جيتي لدارك مشيتي وروحتك صعبة علي يا ابو. مشيتي وروحتك صعبة علي ما كاف على امك كون كون دمع العين يا ابو. مو يا على امك كون دمع العين ما كاف على نقضة عمرها ويا ما كاف ولك بسك يا زمان ليش ولك بسك يا زمان ولك بسك يا زماني. طلبوا مني أن أذكر الأخ المرحوم رياض أبو مهند وقائد ولك بسك يا زماني. ولك بسك يا زمان ليش ما كاف خذية امي انا واخوان لي يا ابو. خذية امي انا واخواني يا موت ولك يا موت يا امي الخذت ترى راحت قبل ما ودعت.
عليها ينوح ابنها وتبكي بدها مشى الجناز ترى مشى الجناز وجفوف شليتها. الصبر والسلوان باسمي وباسمكم سادتي مشايخي جميعا إلى هذه العائلة بفقد الراحلة المرحومة الحاجة أم رياض رحمة الله تعالى عليها، فأسأل الله الصبر والسلوان إلى أولادها أبو صلاح وأبو داود وعدنان أبو زهراء، كذلك طلب مني أن أذكر أولادها الشهداء رياض أبو مهند وقائد أبو حسون، كذلك لم أنسى أخوتها عودة أبو حوراء. وأنا الحقيقة أكون بخدمة الأخوة جميعا ومقصر، وبخدمة الأخوال الحاج حميد أبو ماجد الغراوي والحاج علي أبو سيف الغراوي، شاكرا أخينا الشاعر والمهوال ليث العلياو على هذه الدعوة، كذلك أولاد أخوته مهند وكريم ومهدي. طلبوا مني أن أقرأ هذه القصيدة بحنان الأم لطيبة الأمة المجاهدة، هذه الأمة المضحية، وأنا بخدمتهم جميعا. مشيتي يمّا مشيتي وراحتك هجمة تربيوت بقبرك وادر لأولادك تحنين يا يمّا بقبرك وادر لأولادك تحنين وينك طولت بطار الفراق اريد انك يا يما لا ترحلي اريد انك اريد انك يا يما لا ترحلي نقعد سوا يا يما بالبيت وطيبك من الذكرى تحمل العين اشحال قلوبنا اشحال قلوبنا من يوم فرقات يما وعلي مشتاق لك يما اش عمل فرقاش بينا كون تدرين يما الحس دموعنا يحلل ترى عليك وعلى فراقك نون يما ومحزنين خذاك الموت يما يتذكرون الحنان خذاك الموت يما ورحت لبعيد وفراقك يما طول ما ترد عين فراقك يما طول ما تردين أنا ذبل غصني على الطيبين عودة أنا بسفركم ما بعد ظنيت عودة يما ردت يمك أقضي العمر يا يما وعلي تمنيت أبقى يميك رديت يميك أقضي العمر عودة
حسافة تشيل يا ناس من دي شني يما القبر جنة حلاليك شني يما القبر جنة حلاليك قضت عشرتنا ذيك وكف دلالك شني القبر جنة حلاليك قضت عشرتنا ذيك وكف دلاليك آخ انشد عليك وما لقيتك مهجوم يومك باج بيتك يما ترديني يما علي ريتك صعب علي من ودعتك يا الحبيب اخي شي يقولون الأولاد بحق الأم لحنان الأم ها ويتذكرون ويتأسون بالحسن والحسين شنو حالهم بفقد الزهراء يا يما شما يمر الليل بيا يما تبقى صورتك تفتر علي حلوات السواليف كل مسية راحت بعد قعدتنا سوية آخ 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 آخ, آخ يا يما يا يما فراش الله يا حنان الأم الله يا وفاء الأم يا يما فراش بيتك هالفرشنا وتقابلنا هم قابل كنا وياه آخ عن نومتك يما سألنا ما جاوبانا من نشدنا يا مولاي يا أبا عبد الله يقول طبع الحسين أنا بعدها برأس صورة طبع الحسين وترى العباس ما أخف طبع الحسين إذا تقصد بحاجة طب على حسين وتوجه على العباس أخي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والعاقبة للمتقين رحم الله المتقين يا الله